سيكون معنا من كوفنتري الأستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أستاذ رامي برحب بحضرتك معنا، معلومات ملفتة كثيرة، خلينا ناخذ تفاصيلها منك طالما حضرتك كنت أيضا أشرت لها أول من أشر لها. نعم، مساء الخير. منذ 22 من الشهر الفائت تحدثنا عنها، وتحديدا في شمال منطقة جباس الخشب في المنطقة الفاصلة بين الجولان المحتل وال يعني القنيطرة أو ما تعرف بمنطقة نزع السلاح وفق اتفاقية 1974. في تقدمت نحو 300 متر قوات إسرائيلية داخل هذه المنطقة، قامت بنزع الألغام ومن ثم انكفأت إلى داخل الجولان السوري المحتل. هذه العملية مستمرة حتى اليوم، ولكن التحصينات الإسرائيلية هي عند الحدود مباشرة بين الجولان المحتل وبين هذه المنطقة، وليس داخل المنطقة المنزوعة السلاح، لأنه داخل منطقة المنزوعة السلاح هي منطقة سورية غير محتلة، يوجد فيها شرطة مدنية، يوجد فيها بلدات سورية، يمنع على إسرائيل أن تحتل هذه المنطقة. إذا احتلت هذه المنطقة، هذا يعني اتفاقية الهدنة 1974 تكون قد انتهت بشكل كامل. أكثر من ذلك، لأن روسيا هي التي تشرف على ضبط هذه المنطقة، يعني عندما نتحدث نحن عن سحب روسيا يعني عناصر المراقبة من تلة واحدة أو نقطة واحدة ضمن 17 نقطة موجودة في الجولان، هم انسحبوا لمدة 3 أيام إلى محيط هذه التلة، ومن ثم عادوا بعد ترتيبات مع الأمم المتحدة لكي يعني يتم طمأنة إسرائيل بأنه لا يوجد أي مقاتل إيراني أو من حزب الله على هذه التلة الاستراتيجية التي تشرف على الجولان المحتل وتشرف على منطقة الجنين، بعد نشر أخبار من قبل جهات معارضة بين مزدوجين بأن إيران لديها صواريخ على هذه التلة ومدافع. الروس خشوا على أنفسهم فقاموا بإعادة انتشار لعدة أيام إلى أن تقوم الأمم المتحدة بعملية زيارة لهذه التلة، بعد ذلك عادت الأمور إلى ما كانت عليه. ولكن حزب الله، الإيرانيين، العراقيين هم غير موجودين في هذه المنطقة، ونحن نشرنا قبل شهر بأن هناك منع لعناصر حزب الله أو ما يعرف بالأصدقاء بالاقتراب من تلك المنطقة لمدة 15 كيلومتر، واليوم نشرنا خبر بأن الأمر لا يتعلق فقط في منطقة الجولان بل بجنوب دمشق وأيضا الحدود السورية اللبنانية ومنطقة الزبداني وحمص أيضا، لأن النظام يخشى من أن يكون هناك ذرائع تحركات حزب الله والإيراني جوار السوري داخل الأراضي السورية لكي يكون هناك إقحام سوريا في الحرب وهم لا يريدونها. يعني برأيك هيك روسيا تجبر سوريا الدولة على التخلي عن حزب الله وبالتالي ستكون المعارك من جهة الشرق؟ يعني بالنهاية روسيا ولا غير روسيا، النظام هل قادر هو على دخول الحرب إلى جانب حزب الله؟ يعني كنت أتحدث أنا مع ضابط داخل النظام وبرتبة عالية، هو صديق قديم بالجيش السوري وليس مخابرات، قال بالحرف الواحد، قال حماس ورطت حزب الله في لبنان، هل يريد حزب الله أيضا أن يورطنا في الحرب كي نقول ندخل في هذه الحرب المدمرة؟ نحن لا إمكانيات لنا للدخول في هذه الحرب. وأكثر من ذلك، أنا تحدثت عبر شاشتكم أكثر من مرة، النظام ما يهمه ما يجري الآن في إدلب، هناك عشرات الغارات الروسية خلال 48 ساعة على إدلب، نحو 50 غارة جوية روسية على إدلب في محاولة للحفاظ على مكتسبات النظام في تلك المنطقة. أي منطقة الجولان ومنطقة الحرب مع إسرائيل هي ليست في أجندة النظام أو في تفكير النظام، لا الآن ولا بعد ذلك، لأنه يعلم بأنها معركة خاسرة. طيب في هذه الحالة ما الذي يمكن أن نتوقعه على الجبهة السورية؟ هل سيكون هناك دخول ما ربما للجيش الإسرائيلي لمحاصرة دمشق، لمنع إيصال أي مساعدات لوجستية عسكرية بشرية من جهة سوريا للبنان من أجل تحقيق هدف إسرائيل وهو خنق حزب الله في الداخل اللبناني؟ إذا دخلت إسرائيل الآن وسيطرت على منطقة منزوعة السلاح ووصلت إلى جبل الشيخ وهو في أعلى منطقة في منطقة منزوعة السلاح، ووصلوا إلى منطقة السيدة زينب،
هل انتهى الأمر؟ ليس انتهى في كل الحدود السورية اللبنانية، الحدود السورية اللبنانية هي حدود طويلة تصل إلى البحر ما بين طرطوس وما بين لبنان، لذلك أقول بأن هذه الجبهة قد تدخل منها إسرائيل، قد تطلب إسرائيل من أحد عملائها في الداخل السوري أن يقوم بإطلاق صاروخين باتجاه الجولان المحتل، بعد ذلك تكون سريعة وتحتل تلك المنطقة. هل انتهى الأمر؟ لم ينتهي الأمر هنا، قد تجبر النظام على الدخول في هذه الحرب وتوسيع الحرب وتكون حرب مدمرة على سوريا، وأيضا النظام قد يستخدم صواريخه وصواريخ سكود المخزنة في سوريا من أجل ضرب الجليل وضرب إسرائيل وضرب الجولان المحتل. لذلك أقول بأنه لا إسرائيل تريد هذه الحرب مع النظام، ولا النظام يريدها، ولا روسيا ولا الدول العربية تريد أن تقحم النظام في هذه المعركة الخاسرة، أقله يعني خاسرة سوف تدمر دمشق، والنظام غير محتمل أن تدمر منشآته الحيوية أو ما تبقى منها داخل الأراضي السورية. طب السؤال التالي، ما موقف إيران حليف النظام السوري منذ 2011؟ نعود ونقول بأن إيران هي ممتعدة من النظام، إيران مزعوجة من النظام، وحزب الله منزعج من النظام، ودعيني أعطيك هذا الخبر أيضا بأن هناك مستودع للسلاح تابع لحزب الله جنوب السيدة زينب على بعد نحو 9 كيلومترات من السيدة زينب، جرى مصادرته من قبل قوات النظام بين مزعوجين. اسمح لي استاذ رامي رح قاطعكم، نرجع لهذه النقطة، ولكن علينا أن نتابع الآن مع مشاهدينا هذه الجلسة المباشرة في مجلس الأمن بنيويورك. هذه الجلسة دعت إليها كل من بريطانيا وفرنسا والجزائر لمناقشة الوضع الإنساني في غزة. وزير الخارجية البريطاني كان قد استبق الجلسة بدعوة إسرائيل لضمان حماية المدنيين وفتح الطرق للسماح بوصول المساعدات المنقذة للحياة كما أسماها، مشيرا إلى تقارير الأمم المتحدة التي تفيد بأنه لم يدخل أي طعام تقريبا إلى النازحين وإلى داخل القطاع خلال الأسبوعين الماضيين. إذن هذه مشاهد مباشرة من جلسة مجلس الأمن التي تعقد في هذه اللحظات في نيويورك. أعود مجددا إلى الأستاذ رامي وموقف إيران. لو سمحت أستاذ رامي، مما يجري في الداخل السوري من تنسيق عالي المستوى بين روسيا والنظام الدولة السورية تمتعد منه إيران كما فهمت منك؟ يعني حتى ليس فقط في تلك المنطقة بل في دير الزور هناك زيارات مستمرة لضباط روس في محاولة لتحجيم الوجود الإيراني في دير الزور الذي كان يعتبر أهم منطقة اشتغلت عليها إيران خلال السنوات الستة الماضية من أجل تغيير ديموغرافي، من أجل محاولة أن تجعل هذه المنطقة موالية لإيران، لكن الروس الآن يتحركون بحرية في تلك المنطقة، يريدون أن يبعدوا أيضا الاشتباكات الأمريكية الإيرانية عن طريق ما يعرف البوكمال دمشق أو ما يعرف طريق طهران بيروت الذي تسيطر عليه إيران. لذلك أقول إذا ما شاهدنا معين قاسم هو لم يأتي على ذكر النظام، وأيضا هناك النظام قال الإيرانيين بصراحة نحن غير قادرين على فعل أي شيء، نحن حتى الذين نزحوا من لبنان قد نستقبلهم في مراكز إيواء، وحتى دعيني أقول لك عسيرة مراكز الإيواء بأن المساعدات الإيرانية تصل خجولة إلى داخل الأراضي السورية خشية من استهداف الطائرات من قبل الإسرائيليين، والسيارات التي كانت تدخل من العراق أو الشاحنات بعد استهداف المعمل الإيراني الذي كان فيه مواد إغاثية هي باتت شبه مقطوعة من العراق باتجاه الأراضي السورية لمساعدة الشعب اللبناني، أن إيران الآن هي على خلاف غير معلن مع النظام، وحزب الله مستاء جدا من النظام. وحوار كان بين يعني مسؤول مشروع من حزب الله في حمص وأحد ضباط النظام قبل أيام، قال له نحن وقفنا معكم ضد الأرهابيين وماذا فعلتم أنتم؟ قال له الضابط أنتم وقفتم مع مصالحكم ولم تقفوا معنا، وقفتم من أجل الحفاظ على الحديقة الخلفية لكم ووصول الإمدادات لكم إلى داخل لبنان. هذه لهجة يعني عالية بين نعم. بين الطرفين. ولكن أستاذ رامي كنت عم تخبرني عن مصادرة، إذا فهمت الخبر صحيح، مصادرة الدولة السورية لمخزن أسلحة نعم. تابع للحزب أو لإيران؟ مخزنين
مخزن جنوب يقع جنوب غرب السيدة زينب 9 كيلومترات جرت مصادرته من قبل قوات النظام، أحد فرق النظام العسكرية، ومخزن آخر يقع قرب السبداني نحو 2 كيلومتر تم الاستيلاء عليه، ولا يوجد فيه، لم يكن في المخزن لا عناصر من حزب الله ولا أي أحد، نقل إلى داخل قطاعات قوات النظام. يعني هناك هذه المخازن التي علمت بها قوات النظام، قد يكون هناك مخازن أخرى ويجري مصادرتها، لأن حزب الله في الأساس غير قادر على نقلها إلى داخل الأراضي اللبنانية، كون أن الحدود السورية اللبنانية الآن مرصودة بشكل كبير جدا من قبل إسرائيل وعملائها على الأرض. شكرا جزيلا لكل هذه الإيضاحات، كنت معنا من كوفنتري الأستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.